الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، قافلة صندوق تحيا مصر تصل ميناء رفح لتوصيل المساعدات لغزة. ووزير المالية يعلن صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتب شهر يونيو. موجز الأهم وآخر الأخبار من شبكة تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وزير خارجية جمهورية قبرص، وخلال اللقاء تم التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الأخيرة، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. وصلت قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية محطتها الأخيرة في ميناء رفح البري استعدادا للعبور إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية محملة بأكثر من 3000 طن من مواد غذائية وملابس وأغطية وأدوية ومواد بناء. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما ثمن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس السيسي وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية. هذا وقد قرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الدراسي الحالي، ودعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة. وأكد الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات لجائحة كورونا ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب فرصة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية في هذا الشأن، حيث أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط بأنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع مرتب شهر يوليو المقبل، بما يسهم في تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، لافتا إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة. وأضاف الوزير بأنه سيتم تمويل حركة ترقية الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 من يونيو المقبل. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بكافة صورها على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 207 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 16 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، بلطجة، مخدرات، سرقة، قتل. وضبط معهم 109 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 359 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 530 قطعة سلاح ناري، أبرزها 76 بندقية و57 بندقية آلية و22 مسدسا و375 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة العجرة بلغت 541 طلقة متنوعة، إضافة ل 1239 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 33,044 حكما قضائيا، من بينها 1,296 حكم جناية، 121,245 حكم حبس، 156,040 حكم غرامة، 51,463 حكم مخالفة. وفي مجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهماً قاموا بارتكاب 16 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 62 متهماً، كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 902 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 982 متهما وبحوزتهم أكثر من 112.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 88.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 20.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 14.5 كيلوغرام من مخدر السلوكس، وعدد 62,303 قرص مخدر. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من شبكة تلفزيون النهار، دمتم بخير، إلى اللقاء.